وأنه لا نتحمل المسؤولية ثم نختلق الأعذار لها. إذا الإنسان يهتم بشيء، اهتمامه بذلك الشيء يكون سبب على أنه يصرف الغالي والنفيس لذلك الشيء. إذا أنت عندك ابن وابنك مريض في حال الموت، تقول أنه ما عندي فلوس أودي للمستشفى؟ تقول لأنه أنا تعبان لازم أنام؟ تقول لأنه مثلا كذا وكذا؟ تجيب عذر؟ لا، حتى لو عندك مليون عذر هذا ابنك توصل للمستشفى. وحتى إذا أنت عاجز عن تسديد الفاتورة تحاول أنه تبيع بيتك وتسدد الفاتورة. ليش؟ لأنك تعلم بأهمية هذا الأمر، حياة ابنك لازم تنقذها، ما تجيب أي عذر لذلك. أما عندما يجي المسائل الدينية يجيب الأعذار. ليش؟ لأنه في الواقع لا يهتم، لا يهتم بصلاته، لا يهتم بصومه، لا يهتم بحجه. إذا مهتم بهذه الأمور لا يهتم بالمسائل الاجتماعية الدينية وسائر المسائل. هذا يكشف عن ضعف الإيمان، عدم الاهتمام. الإنسان الأمور المادية التي يشعر بأهميتها يصرف الغالي والنفيس لأجلها، لكن في الأمور الدينية عندما يوصل ما يسوي هذا الشيء غالبا. يعني لماذا؟ لعدم شعوره بالأهمية. أما إذا شعر بالأهمية مستعد يضحي بكل شيء. ولذلك عندما تقرأ في تاريخ أصحاب الإمام الحسين، خلص أصحاب أمير المؤمنين، خلص أصحاب الرسول، خلص أصحاب سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، خلص أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء جعل الأهمية لإطاعة إمامه، فلذا يبذل الغالي والنفيس لأجل ذلك. وكانوا ناس في الظاهر مؤمنين لكن خذلوا. ليش خذل؟ لأنه في الواقع عمق الإيمان فيه ضعيف، إيمانه سطحي، الدين لعق على لسانه.